يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول الشخص لقبر أو لغائب ادعوا لي أو اسأل الله لي أو اشفع لي عند الله في كذا، هل هذا شرك أكبر أم شرك أصغر؟ هذا شرك أكبر، الدعاء من الميت، طلب الدعاء من الميت أو طلب الحاجات، أن تطلبه يدعو لك، مثل لو طلبته يجي يحضر لك ولد ولا يحضر لك سيارة ولا، ما هو بشرك هذا؟ لو طلبت من الميت أنه يجيب لك سيارة ولا يجيب لك ولد ولا يجيب لك زوجة، ما هو بهذا شرك؟ هذا شرك. فكذلك إذا قلت له ادعو الله لي، هو ما يقدر يدعو، هذا يوم كان حي على قيد الحياة يمكن، أما بعد موته ما يقدر على الدعاء، انتهى عمله. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. شف، يدعو له، صار بحاجة للدعاء ولا لا؟ فكيف أن تطلب منه الدعاء؟ نعم، هذا شرك بلا شك. نعم.